والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكة. السلام عليكم، معكم الأخت كريمة عويلها. لأول مرة تزوروا القناة تدعوكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم راح نوريكم واش خدت لي جارتي، أنا خدت لي أكسسوارات خاصة بالمطبخ، حبيت نتقاسم معكم هاد المشتريات الجدد وكذلك اللي حبت تخيط مرحبا بها، نفيدها في الخاص ونعطي لها رقم الهاتف وحتى العنوان تاع جارتي. اذا هنا كما راكم تلاحظوا درت هاد لاناب، لا كاليتي تاع التيسو هذه غاليه شويه، ولا حبيتوا لا كاليتي الرخيصه راح يسقم لكم رخيص. انا هذا سقم لي تقريبا القماش ديالو واحد 900 850 هكذاك 850. اذا هذه لاناب تاع الطابله مالك، نحن نوري لكم كذلك صوالح اخرين خيطتهم لي. هذه جات مع باش نزين بها الطابله، شوفوا نزيد النصف على الطابل خمه اللي تجي سامبل. نذكركم فقط القماش هذا يدير 110000 للمتر، هذا اونتيطاش كي طيح عليه قطره ما ولا ما يشربهاش، كذلك تقدروا تمسحوا غير من الفوق يتنحى كذلك، ولا حبيتوا تخدموا نورمالمون هي تخدموا بخدمه يدها بكلش تبيعوا مليون. واللي يحبوا القماش يكون سابل ماشي من الغالي ما يلحق لكمش، يعني تقريبا واحد 600 حتى 700. هادو الغلافات تاع الكراسي، هذا الظهر هادو يتلبسوا لاحظوا، ويجي مشرشف هكذا من التحت، وبيان سور الداخل راح يجيب لا فينيسيون، شوفوا لا فينيسيون تاعها بيان فيني. هذا من الداخل، دوك نلبس الكراسة تاعي، نلبس لهم هاد الغلافات ومن بعد نوري لكم كيفاش يجوا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا الكراسة تاعي هنا بعد ما غلفتهم تحصل على هذا الشكل، لاحظوا معايا يجوا ما شاء الله، عندهم هاد الشرشيفه هذه من تحت هذا، شوفوا كيفاش تبدلوا تبدلوا 10 على 10 تقول ماشي هما. درت لي معاهم هاد الطبق تاع الخبز هذيك، هي حتى كي تحطي هكذا وديكوري به يزيد النص في الطابله. انا هذاك كوزينه حبيت نديرها كامل اسورتي باسكو كوزينتي راهي قريب للنوار. كاين هذا الغلاف تاع فريجيدار كما راكم تلاحظوا، هذا الجيب اللي جاي على برا هم لك هادو جيوب، انا درت له جيوب من واحد الجهه باسكو الجهه الاخرى يجنيني ما نقدرش ندير له منه من لانه فريجيدار تاعي راه في الطرف في الكوان. اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما علقته وغلفت الفريجيدار هم لك، هنا الجيوب تحبوا تحطوا فيهم صوالح، قلت لكم راه فيه 4 تاع جيوب. يجي كذلك فيه القفازات، يجي فيه هذاك تاع الساشيات، لكن انا هذوك ما درتهمش اكتفيت فقط بهذو. هذو درتهم تاع الفوق فريجيدار، هذو اليدين باش نغلفهم، هنا يجي بسكراج كما راكم تلاحظوا، وهذو ما درتهم الكوان هادو تاع الكويزينيير عندك، يجوا داخل بلاستيك كما راكم تلاحظوا، ويجوا هكذا مدورين وتلبسيهم ما تقعديش كل يوم وانت تحكي فيهم.
هذا درت على الكويزينيه، غلي دا تاع كويزينيه، وعندي تاني تاع الفوغ وكذلك تاع فريجي تاني. اذا نروح نعلقهم ونتلقاو ونوريلكم كيفاش خرجوا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا غلفت الباب تاع الكوشه دي علي عليك، وهادو هما الكوانن هادوك تاع الكويزينيير، وجاو ما شاء الله. وهادي تاع الفوق كيما راكم تشوفوا، هادي غلفت بيها اليد تاع الفوق الكتريك. وهادو هما اليدين تاع فريجيدار عليك. هذاك الغلاف تاع فريجيدار الفوق، وهادوك اليدين كيما قلت لكم انايا تاع ساشيات ما درتوش مع صوالح اخرين، لانه كيما راكم تلاحظوا درت بيهم حوايج اخرين. دوك هذا يكون، لكن دوك نوري لكم الحاجه الاخرى اللي ما عادش تكون وتبقى اختياريه اللي حاب يزيدها. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا هذا الفيري تاع الخبز، انا فيه اللوحه هذا كيما راكم تشوفوا، هذا باش تقلبوا وديروا الخبز تاعكم لداخل. هذا تاع الخبز وفيه هذه تتعلق، وعندكم كذلك هديه. هذه اللي قلت لكم انا خيرتها وكانت من الاختيار تاعي، انا قلت لها تخدم هذه هكذا. هذه تجي بلا واط، تجي كامل مطرحه، يجي فيها ان بوش هنايا، وهنايا تاني فيها اللوحه، وهنا فيها لي بتي بوش هنايا، تحطوا بريكي، تحطوا مغارف اللي عندكم زياده دوك تاع القهوه تاع التحليات، ولا تحطوا الزلاميت. وهادو مالي بوش كبار، ديروا فيهم كارنيه تحبوا تنوتيو فيه كاش حاجه، تحبوا كذلك ديروا فيه صوالح باش ما يخسر لكمش، وتلقاوهم على اليد هنا كي تكونوا تحوسوا على حاجه تلقاوها. هذا هي كيما راكم تشوفوه، نحن نعلقهم ونوريكم انا كيفاش درتو. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا علقتهم انايا في الحيط، واحد ندير فيه الخبز، هذا الخبز، وهذا ندير فيه صوالح اللي نحب نخبيهم. شوفوا لاكاليتي تاع التيسو كيفاش فيها لابغيونس، نوعيه جد رائعه تاع هذا القماش. مستحسن واحد يخدم بحاجه مليحه على جه، خير من ديرو قماش اللي تغسلوه ما راحش يحكم لكم بزاف. هكذا نصحتني جارتي. اذا هذا بالنسبه للفيلي تاع الخبز مع هذا الفيلي اللي تقدروا تخبيو فيه بزاف صوالح. نحن الان نوريكم الاكسسوارات الاخرى. هذا غلاف بالنسبه للناس اللي ما عندهمش غاز دو فيل. انا كيما تراكم تلاحظوا هذا غلاف تاع القرعه. انا عندي تاع الطابونه، دائما كي نطيب الكسره ولا دائما نستخدم الغاز تاع الطابونه، الغاز عفوا تاع القرعه كي نستعملها للخبز، لانه المكان اللي نديبلاصي فيه الفرن تاعي بعيد شويه على الغاز دفيل. اذا نوري لكم كيفاش غلفت القرعه تاعي. انا كيما كنت تلاحظوا هذا الغلاف تاع القرعه. وهنا واخيرا هذا الريدو تاع الطاقه كما راكم تلاحظوا، هذا اللي يجي الفوق كامل. من بعد هنايا هذا الريدو، على بالي بلي ما يبان لكمش مليح لانه الضوء راه قوي بزاف من برا، ولو كان نطفي كذلك نغلق الطاقه يولي ما يبانش كامل. هذه الشرشيفه تجي منه ليها تاع الطاقه، من هذيك تاع الكاش ريدو هكذا، وهذا الريدو من هنا نديرو هاد الجهه باش يبان لكم مليح. هذا الريدو،
خدمتها بزاف شابة متقونة. هذه بالنسبة للطاقة. إذا كانت هذه أعمال صديقتي وجارتي العزيزة، ربي يحفظها إن شاء الله. نتمنى يكون الخدمة هذه نالت الإعجاب تاعكم. إلى عجبكم الفيديو بارتاجيوه، شاركوا بين الأصدقاء تاعكم، وكما قلت لكم راح نخلي لكم الرقم تاع الهاتف في صندوق الوصف، وكذلك والعنوان راح نعطيه لكم في الخاص. إذا راح نتلقاو في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.